بسم الله الرحمن الرحيم وبين السعين. معكم محمد مصطفى منصور، معيد تشريح بكليه الطب البيطري جامعه المنصوره. هنتكلم النهارده ان شاء الله يا جماعه في سيكشن تشريح رقم 3 ترم تاني سنه اولى. بناخد عظمه التبيه. عظمه التبيه يا دكتور ده عظمه لونج بون موجوده في منطقه الليج. العظمه دي يا دكتور عشان هي لونج بون بالتالي في بروكز من اكستريميتي من تحت ديستال اكستريميتي ودوت الشافت او اللي هو البادي بتاعها. بنقول ان البروكز من اكستريميتي بيكون موجود اتنين كوندويل، واحد هيبقى من بره هيبقى لبره عشان اللي هو الايه الجروف ده فهنسميه لاترال كوندويل، والتاني من الداخل هنسميه ميديال كوندويل. يبقى اول حاجه عندي لاترال كوندويل وميديال كوندويل. عندي بعد كده الحافه دهيت بيسموها امينس انتر كوندوليد امينس او سباين، انتر كوندوليد امينس او سباين. يقول لك ان الميديال دايما اعلى من اللاتر، يبقى ده الميديال وده هوت ايه اللاتر. بعد كده في فوسه اهي وفي فوسه اهي، ده الكرينيال انتر كوندوليد فوسه واللي ورا ده الكودال انتر كوندوليد ايه فوسه، ماليش دعوه بالاثنين ديبريشن دول. بعد كده يا دكتور بيجي من قدام يقول لك ده في حاجه اسمها تيبيال تيبريستي. تيبيال تيبريستي دي ما بيكون فيها جروف بنسميه ليجامنتال او تيبيال جروف، موجود في حاله الحصان بس ده مهم في الكومباريتيف، ودي كلها تيبيال تيبريست. عليها الحافه ده بنسميها تيبيال كريست. تيبيال كريست باجي ارجع من ورا الاقي في نوتش، نو النوتش ده بنسميه بوبليتيال نوتش. بوبليتيال نوتش بنزل تحت لسه بس عندنا اهوت فينا اهوت بنسميه اكستنسور جروف. الاكستنسور جروف ده اهوت لو نفتكر مع بعض كان اهوت من كوندول دي من فوق التيبيا الاقي كان موجود عندنا اهوت اكستنسور فوسه، فتلاقي الليجامنت بتاع العضله مكمل معايا هنا من اكستنسور ديجيتورم لونجز. بنزل تحت على الديستال بلاقي السيرفيس دهوت شبه القوقعه فيسموه ارتيكولار كوكلر سيرفيس، اتنين جروف وبينهم ريدج بيكون مهيئ مع الاثنين مع السيرفيس بتاع مين التروكليا بتاعت مين بتاعت اللي هو التلس، بتبقى مهيئه بحيث تنزلق عليه. بعد كده بلاقي عند الحافه ده ودهيت بنسميها الماليلس. هنا كده ميديال يبقى دي ميديال ماليلس، وده اللاترال هسميها ايه هسميها لاترال ماليلس. بنقول ان انا عندي اللاترال ده بيبقى عليه لاترال فيرتيكال جروف عشان يسمح بمرور اللي هو عشان الاكستنسور جروف يسمح بمرور حاجه اسمها ايه الليجامنت بتاع اللاترال ديجيتال اكستنسور ماس. من ناحيه الميديال بيبقى عليها جروف برده كهو بسميه سالكس ماليولاريس. سالكس ماليولاريس خلاص. بنتكلم بعد كده على اللي هو البادي دهوت او الشافت. بقول لحضرتك ان بيكون عباره عندي دهوت بنسميه لاترال، بيكون سبايرال في الشيب بتاعه، وده بتبقى الميديال وده اللي ورا الكودا. بلاقي عند الكودا الخط جاي من فوق نازل لتحت كده بسميه بوبليتيال لاين. الخط دوت بيكون بنسميه اللي هو البوبليتيال لاين، بيكون اما تحته او عليه اللي هو النيوترنت فوريمن. اللي قدام الحته دي بيكون موجود هنا عشان تيجي عضله اسمها البوبليتيال ماسل بتمسك هنا، تمام. العضله ديت بتكون نسمي المنطقه دي بلوتيس عشان العضله هنا بنسميها بلوتيال ماسل بتمسك هنا. برجع عند ورا ده بتبقى خطوط بتبقى رف عشان الفليكسور ايه ماسل بتيجي تمسك هنا فنسميها الفليكسور سيرفيس. بعد كده ده تيوبيركل بتمسك فيه عضله ما تشغلش دماغك ماليوس اس. ده كده بالنسبه للتيبيا. هنبدا بقى ناخد الكومباريتيف. الكومباريتيف بقول لحضرتك بتبص يا دكتور لقيت عندي في جروف، لما الاقي جروف ده معناه ان ده على طول ده الحصان يبقى ده الهورس. ما لقيتش الجروف يا دكتور ببص كده اهو ما لقيتش التيبيا الجروف او الليجامنت الجروف، ده معناه ان هو ممكن يكون ايه ممكن يكون كامل وممكن يكون ايه اوكس. بقلب من تحت بلاقي عند خط واحد وكبيره طول اهي يبقى ده الكامل. لقيت خطوط كتير ماسكولار كده وبتكون فيرتيكال، الحاله دي هنسميها ايه ده هيبقى الاوكس. بالنسبه للشيب والدوج ده شبه الاوكس بالظبط. الدوج يا دكتور بيقول لك ان بيتميز ان الفيبيولا بتبقى موجوده كامله، ادا الفيبيولا بتبقى مفصوله من تحت فيبيولا مكمله معاها اهي، وبيقول لك ان هو بيكون تويستد عامل زي اس شيب اهو زي دي تويستد من فوق بيكون عامل كونفكس ناحيه الميديال ومن تحت كونفكس ناحيه ايه اللاترال، فيبقى عامل زي اس شيب. فدي الدوج هي عظمه اللي حلتنا ده الدوج.